محاسبة تكاليف وإدارية واحد حسب 310 وعشرة الوحدة الأولى مقدمة في محاسبة التكاليف مصطلحاتها وأغراضها An introduction to cost terms and purpose مفاهيم تكاليفية علاقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة المالية والإدارية تبويبات التكاليف قياس تكلفة الإنتاج نظريات التكاليف الجزء الاول هنتكلم فيه مفاهيم تكاليفيه concepts of cost هنبدا بتعريف محاسبه التكاليف ال cost accounting definition لما نيجي نعرف محاسبه التكاليف بنقول هي فرع من فروع المحاسبه تشمل الجانب النظري المتمثل في مجموعه المبادئ والاسس والمفاهيم ده الجانب النظري بعد كده ومجموعة الطرق والأساليب الفنية التي تتعلق بالمشروعات الإنتاجية سواء كانت مشروعات صناعية أو زراعية والتي تهتم بحصر وتجميع وتبويب وتحليل وتخصيص وتحميل عناصر التكاليف بهدف الوصول لتكلفه الوحدات او الخدمات المنتجه والرقابه على عناصر التكاليف وترشيد اتخاذ القرارات والمساعده في التخطيط واعداد الموازنات. ويتضمن هذا التعريف العناصر الرئيسيه الاتيه: الجانب النظري مجموعه المبادئ والاسس والمفاهيم. الجانب العملي مجموعة الطرق والأساليب الفنية، الأهداف، تحديد تكلفة الوحدات، والرقابة وترشيد القرارات، والتخطيط. مفاهيم هامة، important concepts. عندنا مفهوم عام يسمى النفقات، هذا المفهوم يندرج تحته أربع مفاهيم أخرى؛ التكلفة، المصروف الخساره الضياع والتكلفه لها عده اركان اركان التكلفه هنا تتمثل في التضحيه بمبلغ نقدي مقابل منفعه التكلفه كتعريف تعرف على انها تضحيه اقتصاديه قبل للقياس المالي النقدي في مقابل منفعه عاجله او اجله المصروف تضحية اقتصادية قابلة للقياس المالي النقدي في مقابل منفعة عاجلة عن نفس الفترة التي أنفق فيها المصروف يبقى الفرق بين التكلفة والمصروف أن المصروف يكون عن نفس الفترة التي أنفق فيها الخسارة تضحية اقتصادية قابلة للقياس المالي النقدي لا يقابلها أي منفعة أو عائد وتأتي الأسباب قهرية عادة الضياع تضحية اقتصادية قابلة للقياس المالي النقدي لا يقابلها عائد أو منفعة وترجع أسبابه لنوعين من الضياع النوع الأول ضياع عادي أو مسموح به وتعود أسبابه لعوامل خارجة عن الإرادة ولا يمكن التحكم فيه، النوع الثاني ضياع غير عادي أو غير مسموح به، وتعود أسبابه للإهمال والتسيب